وصلت الأجهزة التنفيذية في القاهرة حملة إزالة المقابر تاريخية بمنطقة جبانات الإمام الشافعي التي يتجاوز عمر بعضها ألف عام تحت مسمى تطوير منطقة السيدة نفيسة ونفى مجلس الوزراء ما جرى تداوله بشأن تنفيذ حملة شاملة لهدم مقابر أثرية مؤكدا أنه لا مساس لا مساس بها لأنها خاضعة لقانون حماية الأثار وتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بدعوه مستعجله امام احكامه القضاء الاداري للمطالبه بوقف تنفيذ القرار وتوفير الحمايه للمقابر والمباني الاثريه في منطقه جبانات القاهره. وينضم الينا من القاهره محمد شافعي باحث متخصص في النقوش التاريخيه والخط العربي. اهلا بيك معايا استاذ محمد. خلينا نبدا الحقيقه من الاعلان من المجلس الاعلى للاثار اعلن اليوم انه لن يتم هدم اي اثار في المنطقه سواء في منطقه الامام الشافعي او السيده نفيسه او السيده عائشه وان يعني اللي حصل هو سوء تفاهم فقط لا غير وبيدعي الجميع ان هو يهدى حكينا الوضع على الارض ايه تحديدا هو في الحقيقه اعمال الهدم القائمه حاليا هي لم تمس الآثار المسجلة بالفعل، لكن هناك كثير من المقابر الأهلية أو المدافن غير مسجلة كأثر لها قيمة تاريخية وأثرية مهمة جدًا. هي ده ده المنطلق اللي إحنا بنتكلم منه كباحثين وكمتخصصين ومحبين للتاريخ والآثار. بندعو للحفاظ على القيمة الفنية والتاريخية اللي بتمتلكها مصر. داخل هذه الجبانات والمقابر غير مسجله القيمه التاريخيه والفنيه هنا بتتنوع بين المقابر او الكتابات الفنيه غير غير الموثقة أو غير لم يتم عمل دراسة كافية عنها ولم يتم توثيقها بشكل الكافي احنا هنا مش بنعارض التطوير أو بنعارض الأعمال اللي بتتم في القاهرة أو على مستوى مصر احنا احنا بنتكلم في توثيقها بشكل جيد والحفاظ على الطابع الأثري والجانب الفني الخاص بهذه الجبانات يعني هي مش كلها مسجلة أثر لذلك نعم. هنا كان في تعارض او كان في اختلاف بين المتخصصين وبين السلطات يعني. لكن محمد مش المنطقه كلها زي ما انت ما بتقول ليها طابع خاص مش القاهره التاريخيه كلها كمنطقه يعني المفروض ان هي تكون محفوظه بشكل ما عند الدوله؟ صحيح زي ما حضرتك تفضلتي هو طبعا ليها قيمة فنية وتاريخية وده اللي احنا بنتكلم بنتحدث عنه يعني مساعينا هي مساعي فردية للحفاظ وللتوثيق وزي ما قلت هو مش تعارض مصالح هو رؤيه مختلفه يعني المتخصص عنده رؤيه مختلفه للاثر هو الاثر مش المسجل فقط بالنسبه لنا هو ما يحمل قيمه تاريخيه وفنيه زي ما قلت لحضرتك المقابر الاهليه او المدافن العاديه موجوده يعني في منها عمره يتعدى سنه وهو الاثر يعتبر من 100 سنه لكن احنا في عندنا بعض المقابر وبعض القيمه التي تحمل قيمه فنيه لم تسجل كاثر وهي عمرها بيتعدى ال سنه احنا عندنا بعض الكتابات غير الموثقه لل... يعني هي احنا من منطلق دراستي او او فهمي للنقوش الكتابيه احنا ممكن نعيد توثيق تاريخ فن الخط العربي عن طريق النقوش الكتابيه احنا عندنا نقوش كتابيه هي فريده من نوعها غير موجوده على مستوى مصر الا نسخه واحده منها ببع... ب... ب... باقلام بعض الخطاطين او بعض الفنانين على سبيل المثال ولو ذكرنا رئيس الخطاطين العثمانيين كان الحاج احمد الكامل دار مصر مرتين مره سنه 32 ام لم تكن الذاكره والمره الثانيه كانت سنه 40 بدعوه رسميه من الامير محمد علي توفيق وقام بعمل قصر المانيا كتب بعض الكتابات بقصر المانيا وكتب بعض الكتابات للاسره العلويه الموجوده في مقابر الامام الشافعي على سبيل المثال منها قبر ناش أدل والأميرة الأميرة بنت القديم إسماعيل الأميرة نعمة الله مختار والأميرة أمينة طب محمد لي أسألك المدفن ده غير مسجل كأثر وعمره يعني انت بتقول ان هل يعني ان انتم كمجموعه من الاثريين او مهتمين بالاثار في مصر الحقيقه مش الاثريين فقط واضح ان في حمله شعبيه كبيره في مصر للحفاظ على الطابع التاريخي لمنطقه القاهره التاريخيه لكن هل الاثريين او المتخصصين في هذا المجال لديهم رؤيه اخرى بغض النظر انت ذكرت احنا مش ضد التطوير لكن هل لديهم رؤيه اخرى لكيف يمكن لمصر الاستثمار في في هذه المنطقه كمنطقة تاريخية تقدر تستفيد منها؟ زي ما حضرتك تفضلتي هي المنطقة زي ما قلت هي أثر يعني هي تعتبر متحف مفتوح يعني, من يعني منطقة مقابر الإمام الشافعي والسيدة عائشة منطقة السيوطي هي متحف مفتوح نقدر نعمل لها مسارات ونقدر نفتح يعني في صور لو نقدر نعرضها لبعض المدافن هي داخلها الزخارف والكتابات هي ديكور يعني اوريدي موجود واثري يعبر عن حقبه زمنيه في تاريخ مصر نقدر نعتبره هو اثر في ذاته نقدر نجمع فيه بعض المقتنيات الفنيه بالإضافة على الحاجات اللي موجوده وطبعا اصابها من الاهمال الكثير لكن نقدر نتم اعاده ترميمها واعاده عرضها وعمل مسارات زي ما عملنا في شارع المعز هو اصبح هو كله اثر فنقدر نعمل المنطقة برضه بنفس الفكرة ان تكون هي زي ما قلنا أثر أو متحف مفتوح لتطور العمارة وتطور الفنون الإسلامية، نقدر عن طريقها ندرس تاريخ تطور فن الخط العربي في مصر. المقابر هنا عمرها 1400 سنة، مش عمرها فقط 100 سنة أو أو أقل من ذلك، يعني 1400 سنة نقدر نرصد فيها تطور فن الخط العربي والزخارف الإسلامية والنقوش الكتابية ونقدر نطلع منها كنوز يعني. لا يتم التعامل معها كمقابر اهالي او غير مسجله كاثر يعني. بشكرك يا محمد كنت معنا من القاهره محمد شافعي باحث متخصص في النقوش التاريخيه والخط العربي شرفتني يا محمد.